أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حزمة من المبادرات والتسهيلات تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الأعمال اللوجستية لضمان انسيابية حركة استيراد المنتجات الضرورية والأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا. موائمة مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا COVID-19 وتصديا لتداعيات هذه الجائحة وتأثيرها على البدن الاقتصادي، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حزمة من المبادرات والتسهيلات تعزيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الأعمال اللوجستية لضمان انسيابية حركة استيراد المنتجات الضرورية والأساسية وسلاسة دخولها إلى البحرين عبر إجراءات جمركية الرحبة. طبعا احنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قدمنا مجموعة من التسهيلات، حزمة كبيرة الهدف منها ضمان وصول المنتجات الأساسية لمملكة البحرين. المنتجات الأساسية اللي من ضمنها السيارات، الإطارات، كل شيء ممكن استخدامه أساسي، حتى المنتجات الكهربائية اللي في المنزل، مع ضمان مطابقتها واستيفائها لاشتراطات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. تفعيل العمل بهذه التسهيلات منذ بداية الشهر الجاري تم عبر توفير خدمة الإفساح عن جميع الخدمات الجمركية بشكل إلكتروني وعلى مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع للشحنات الخاضعة لرقابة إدارة الفحص والمقاييس، إضافة إلى تخصيص خط ساخن يعنى بتقديم الدعم الإداري والفني لجميع التجار في الأمور المتعلقة بالمعاملات الجمركية الخاصة بمرور بضائعهم. تقديم الطلبات عن طريق الأونلاين، فبهذه الطريقة المخلص ما له داعي يزور أي منفذ لأخذ الموافقات أو يزور الجهة المعنية. ثاني شيء، تم تمديد صلاحية الشهادات، صلاحية شهادات المطابقة، وكذلك صلاحية شهادات المصانع بالنسبة على الإفساح عن مطابقة الألعاب أو مطابقة الأجهزة الإلكترونية. كذلك تم وضع خط ساخن على مدار 24 ساعة. كذلك تم توفير خدمة العملاء على مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع. يعني في السابق كنا احنا نقدم المعامله حق الجمارك، بعدين نضطر احنا ناخذ عينات نطلع من المنافذ الجمركيه ونروح لهم الاداره. الحين كل شيء بالاونلاين، تقدم الطلب وخلال 24 ساعه او اقل. يعني مثلا اذا انت تطرش الايميل خلال 5 أو 10 دقائق يردون عليك بالموافقه. ولا تنسى انهم وفروا خط ساخن 24 ساعه 7 أيام في الاسبوع. الاجراءات تكون سريعه، كل المعاملات اللي نبيها قامت تتخلص في نفس الوقت تقريبا. زين، طولوا مده الشهادات والاجراءات، اعطوهم مدى اطول، سوهم لمده 3 أشهر. هاي خلصت سهلت لنا اجراءات كثيره في المنطقه الجمركيه، واللي خلانا احنا نواصل الشغل بسهوله وسلاسه. باقه التسهيلات هذه ضمت مجموعة من البنود المرنة التي ستتكفل إدارة الفحص والمقاييس في الوزارة بالإشراف على تنفيذها بالشكل الذي يصب في خانة التسهيل على التجار والمستوردين وحتى المستثمرين في تسويق منتجاتهم وضمان عدم تكدسها بالمنافذ الجمركية للمملكة. آلية عمل جمركية مستحدثة ترمي إلى إفساح المجال أكثر أمام البضائع المستوردة لتجد طريقها المعبد نحو السوق البحرينية بشكل ميسر من جهة وآمن من حيث المحتوى من جهة ثانية، خصوصا بعد مطابقتها للمعايير واللوائح الفنية التي تعتمدها إدارة الفحص والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.